بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم مشاهدي قناة الرحمة الفضائية مع برنامجكم الأسبوعي مستشارك القانوني. نبدأ أولا أن نقول كل عام وأنتم بخير، فقد هل علينا شهر رجب. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، قولوا آمين. أعزائي المشاهدين، حلقة اليوم إن شاء الله سنتناول شرح عام خاص باختصاصات قاضي التنفيذ. قاضي التنفيذ ده هو قاضي معين في كل دائرة محكمة جزئية. هذا القاضي ينظر ما يعهد إليه من وظائف، فهو يشرف على التنفيذ ويصدر الأوامر الولائية ويفصل في منازعات التنفيذ، وهذا هو اختصاصه النوعي. لأن احنا هنقول ان له اختصاص نوعي واختصاص ولائي واختصاص محلي، وسنتناول بالشرح السريع بيان تلك الاختصاصات. فالاختصاص الولائي لقاضي التنفيذ، واختصاص نوعي، واختصاص محلي. هنبتدي بالاختصاص الولائي. يعني ايه اختصاص ولائي؟ هو القاضي المنوط به الفصل والنظر في مسائل التنفيذ التي يختص بها القضاء العادي. وخلي بالك من كلمة القضاء العادي، لأن في حاجة اسمها قضاء إداري. يبقى قاضي التنفيذ في اختصاصه الولائي يختص بمسائل التنفيذ بالنسبة للأحكام الخاصة بالقضاء العادي، ولكنه على سبيل الاستثناء يختص ببعض مسائل التنفيذ التي تتصل بالقضاء الإداري، فهو يختص بمنازعات الحجز الإداري، منازعات التنفيذ في الحجز الإداري، رغم أن هذا الحجز الإداري يتم بمعرفة رجال الإدارة. اختصاص قاضي التنفيذ أولا هو أمر من النظام العام. يعني إيه أمر من النظام العام؟ يعني لا يجوز الاتفاق على ما يخالف اختصاصات قاضي التنفيذ بالنسبة للاختصاص الولائي، فهو أمر متعلق بالنظام العام، وتتعرض المحكمة للفصل فيه من تلقاء نفسها لو لم يتمسك به الخصوم، ويجوز الدفع به في أي مرحلة كانت عليها الدعوة، كما لا يجوز للخصوم الاتفاق على ما يخالف الاختصاص الوظيفي لقاضي التنفيذ اللي هو الاختصاص الولائي. ده الاختصاص الولائي أمر متعلق بالنظام العام. إيه هو الاختصاص النوعي؟ وده البند الثاني من الاختصاصات الخاصة لقاضي التنفيذ. الاختصاص النوعي هنقول هي الوظائف، هنسميها الوظائف اللي بيشتغلها قاضي التنفيذ. عنده وظيفة إدارية، وعنده وظيفة ولائية، وعنده وظيفة قضائية. دي الوظائف الخاصة بقاضي التنفيذ. يعني إيه وظيفة إدارية؟ يعني هو يشرف على رجال التنفيذ. من هم رجال التنفيذ؟ المحضرين. المحضر بيستلم السند التنفيذي، بينزل علشان ينفذ، سواء هيعمل حجز تنفيذي
او هيسلم ارض او هيسلم عقار او هيطرد مستاجر، هيعمل اي حاجه خاصه بالتنفيذ، اللي مشرف عليه اداريا هو قاضي التنفيذ، ودي الوظيفه الاداريه المختص بها قاضي التنفيذ، ودي مش جايه من عندنا، دي فيها نص قانوني في قانون المرافعات، الماده 278 مرافعات بتنص على ايه؟ يعد بالمحكمه جدول خاص يقيد فيه طلبات التنفيذ، وينشأ لكل طالب تنفيذ ملف تودع به جميع الاوراق المتعلقه به، ويعرض الملف على قاضي التنفيذ عقب كل اجراء يثبت فيه كل ما يصدره من قرارات وأوامر وأحكام. دي النص القانوني اللي قال إن قاضي التنفيذ وظيفته مشرف على مندوب التنفيذ أو محضر التنفيذ أو موظف التنفيذ، سميها بأي شكل. والإشراف على التنفيذ برضه بنص قانون، نصت المادة 274 من قانون المرافعات على أنه يجري التنفيذ تحت إشراف قاضي التنفيذ، يندب في مقر كل محكمة جزئية من بين قضاة المحكمة الابتدائية، ويعاونه في ذلك عدد كاف من المحضرين، وتتبع أمامه الإجراءات المقررة أمام المحكمة الجزئية باعتباره قاضي منفرد، يبقى قاضي جزئي، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وعملا بالنص ده بقى يبقى على المحضر أنه يقوم بعرض كل ملف تنفيذ وكل إجراء يتخذه في الملف على قاضي التنفيذ للعرض عليه لاستلهام رأيه في المنازعة المعروضة عليه أو في الإجراء اللي يجب اتباعه فيه أو يقول له هعمل إيه، من الآخر كده، سواء قبل مباشرة الإجراء يعرض عليه وبعد مباشرة الإجراء لابد أن يعرض عليه، لأن قاضي التنفيذ مشرف بنص المادة 274 من قانون المرافعات. وفي الحالة دي القاضي له أنه يوجه المحضر أو يتعال أو يرشده أو يزيل أي عقبة بتيجي قدامه. بمثال مثلا هو راح ينفذ حكم طرد، لقى الشقة مقفولة وما فيش فيها حد من جوه، هيعمل إيه؟ يرجع يعرض على قاضي التنفيذ. قاضي التنفيذ في الحالة دي أما بلاقي الحكم بتاع إخلاء وتسليم ونهائي وعليه الصيغة التنفيذية، على طول بيأمر بانتداب أحد النجارين ليرافق المحضر ليقوم بكسر باب الشقة وفتحها وجرد محتوياتها وتسليمها إلى الطالب التنفيذ، وعلى سبيل الأمانة المحتويات هتتسلم لطالب التنفيذ على سبيل الأمانة، ويقوم بتنفيذ حكم الطرد. دي بتبقى الإجراءات اللي بيعملها المحضر، بس لابد أن تكون تحت إشراف وبأمر قاضي التنفيذ، ده تبقى لنص المادة 274. لو رجال الإدارة قاموا بأعمال التنفيذ في الحجز الإداري، قاضي التنفيذ لا له إشراف ولا له رقابة ولا له توجيه عليهم، يعني الأمر ده متعلق بالقضاء العادي، عشان كده قلنا إن الاختصاص بتاعه هو اختصاص للقرارات والأحكام الصادرة من القضاء العادي، إنما بقى موظف راح يعمل حجز إداري هو ملوش دعوة بيه، موظف عمل حجز وعين رجل إدارة وخد 2 شهود هو ملوش دعوة بيه. دي الوظيفة الإدارية لقاضي التنفيذ. هنخش بعد كده على الوظيفة الولائية. الوظيفة الولائية منصوص عليها في المادة 275 مرافعات، يعني خلي بالكم احنا قلنا 274 ادت له الإشراف. الولائي بقى ادتها له نص المادة 275 مباشرة. لقاضي التنفيذ أن يصدر ما يراه من أوامر ولائية لتنظيم عملية التنفيذ ويباشرها بصفته قاضيا للتنفيذ
هي كانت قبل كده خاصة بقاضي اسمه قاضي الأمور الوقتية الإجراءات دي، وهو بيصدر أمر بنسميه أمر ولائي، بيصدر على عريضة طبقا لنظام الأوامر على العرايض، ويكون للمتضرر التظلم من هذا الأمر وفقا للطرق المنصوص عليها في قانون المرافعات. يعني أي أمر ولائي زي إيه؟ زي أمر الحجز التحفظي. الحجز التحفظي يختلف عن الحجز التنفيذي، دي هنشير إليها كمان شوية. الحجز التحفظي إجراء يتحفظ به على المنقول وفاء لدين، وفاء تنفيذا للحكم، وفاء لسند إذني، وفاء لأمر ولائي صادر من قاضي بتوقيع أمر الحجز التحفظي مثلا على المنقول. يبقى دي وظيفة ولائية خاصة بقاضي التنفيذ. يفصل قاضي التنفيذ في منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة، مش بوصفه قاضي للتنفيذ. ايه طبيعة الاختصاص النوعي ده بقى؟ ايه طبيعته؟ هذا الاختصاص برضو من النظام العام، يعني لا يجوز الاتفاق على ما يخالف اختصاصات قاضي الأمور المستعجلة، وتتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها. ونقول الكلام ده بقى بالتفصيل الآتي: إذا طرحت مسألة تنفيذ على قاضي عادي فإنه يتعين عليه أن يحكم بعدم اختصاصه، لأنه هو مش مختص قانونا بالنظر في مسألة تتعلق بالتنفيذ. هيعمل إيه؟ هيحكم بعدم اختصاصه النوعي من تلقاء نفسه ويحيلها إلى المحكمة المختصة بالمسألة نوعيا. هتخش بقى على اختصاص نوعي واختصاص محلي واختصاص قيمي، لها تركيبة تانية كده هتيجي برضو فيها. طيب ايه هي المنازعات الوقتية والموضوعية اللي مختص بها قاضي التنفيذ؟ الكلام بتاعنا النهاردة هو كلام شرح يمكن للعاملين بالقانون اكثر من العوام. يقصد بمنازعة التنفيذ بصفة عامة الاعتراضات او الطلبات التي يتمسك بها الخصم صاحب المصلحة إذا وجدت دعوى تنفيذية ويفصل فيها القاضي بحكم قضائي يحسم بها منازعة التنفيذ. وأول ما بتتحسم بيبقى خلاص الأمر زالت كل العقبات أمام التنفيذ. الفرق بين المنازعة الموضوعية والمنازعة الوقتية هو النظر إلى وقت حدوث المنازعة، هي قبل التنفيذ ولا بعد التنفيذ؟ لو قبل التنفيذ تبقى مسألة خاصة بمنازعات التنفيذ، لو بعد التنفيذ تبقى مسألة موضوعية بحسب الأحوال حسب العرض اللي معروض عليها، تبقى دعوة وقتية أو دعوة موضوعية. أيا كان الأمر، فاحنا هنقول دلوقتي ان قاضي التنفيذ اختصاصاته ايه المنصوص عليها قانون، ايا كان بقى المنازعة قبل التنفيذ هنسميها اشكال، او منازعة التنفيذ وقتية، او امر موضوعي يتعلق الفصل فيه في احقية صاحب الحكم في الطلب او التنفيذ اللي هيتم، فبتبقى بعد التنفيذ. ممكن يعمل دعوى عدم اعتداد بالحكم، ممكن يعمل دعوى استرداد، ممكن يعمل دعوى، ودي تبقى مسائل موضوعية بتطرح على قاضي الموضوع غير مختص بها قاضي التنفيذ نهائي ولا له أي اختصاص ولائي بها. قانون المرافعات حدد بنصوص دعوى رفع الحجز في حجز مال المدين لدى الغير، دي نصت عليها المادة 235 مرافعات، مختص بإيه؟ بدعوى رفع الحجز في حجز مال المدين لدى الغير بالمادة 335 مرافعة. حجز مال المدين لدى الغير يعني إيه؟ يعني أنا ليا فلوس عندي أحمد
واحمد حاطط فلوسه عند محمود، يبقى انا هحجز على احمد الفلوس اللي عند محمود. بمعنى اوضح، فلوس في البنك، يروح يقول للبنك انا بحجز عليك وفاء لهذا الامر على اموال فلان احمد. ده اسمه حجز مال المدين لدى الغير. ويختص قاضي التنفيذ بالمنازعة في تقرير للمحجوز لديه في ذمته لحجز مال المدين لدى الغير. المادة 342. يعني المحجوز لديه البنك لازم يعمل تقرير بانه هو عنده مبلغ قد ايه، هل يكفي بقى الدين ما يكفيش الدين، هيفض منه مش هيفض منه، يعمل تقرير بما في ذمته على المدين او على المحكوم عليه او لصالح المحكوم عليه. يبقى فلوس المحكوم عليه عندي انا، لو انا بنك لازم اعمل تقرير بما في الذمه، خاص بي ان انا اقول له عندي مبلغ 5 قروش بالحساب رقم كذا بالبيان رقم كذا. ده اسمه حجز مال المدين لدى الغير. وان كان التنفيذ على البنوك في حجز مال المدين لدى الغير يواجه صعوبات خاصة بقانون سرية البنوك، وقانون سرية البنوك مفيش محكمة على مستوى الجمهورية تسمح بالاطلاع على حسابات الغير إلا محكمة استئناف القاهرة بس على مستوى الجمهورية. يبقى حجز مال المدين لدى الغير عادة بيتم لدى الأشخاص، لكن لدى البنك له إجراءات بيحميها قانون سرية البنوك. اختصاصات قاضي التنفيذ بنظر طالب حجز الأشياء المحجوز بإعفائه من الحراسة. يعني مثلا المحضر رايح يحجز على المدين، فلاقى عنده بعض المنقولات، ثلاجة وغسالة وبوتاجاز وغرفة تنصلون وحجرة نوم، وأجرى الحجز وعمل الجرد، وقام معين المدين حارس. يعمل ايه لو هو عايز يعفى من الحراسة؟ يقدم طلب لقاضي التنفيذ لان المحضر عين الحاجز، فهو هيعين الحاجز حارس على اشياء في حيازة شخص اخر. ممكن يقدم طلب للقاضي التنفيذ يعفي الحاجز من الحراسة. دي نصت على المادة 369 من قانون المرافعات. مختص ايضا باصدار امر من المحضر باجراء من اجراءات التنفيذ. هو يؤمر المحضر انه يعمل اي اجراء، اكسر، افتح، اجرد، ضم، لم المحصول، اعمل اي اجراء من اجراءات التنفيذ. دي نصت عليها الماده 279 فقره 2 من قانون المرافعات. وكمان مختص خامس حاجه اصدار امر الحجز التحفظي. أمر الحجز التحفظي ده محتاجين نوضحه، لأن المادة 319 فقرة 5 والمادة 327 فقرة 1 من قانون المرافعات إدت الأحقية في إصدار أوامر الحجز التحفظي، ودي هتبقى بناء على حكم محكمة، بناء على سند تنفيذي، بناء على أمر أداء، بناء على أي حاجة تسمح بتوقيع الحجز التنفيذي او الحجز التحفظي، يبقى ياخد امر من قاضي الامور المستعجله. والماده 379 مرافعات نصت على ان قاضي التنفيذ مختص بازاله كافه عقبات التنفيذ التي تواجه محضر التنفيذ او معاون التنفيذ. هو بيسمى في القانون معاون التنفيذ. آخر حاجة بقى، يختص بندب خبير بناء على طلب المحضر، مثلا بتقييم المصوغات، مثلا ببيان حدود الأرض المراد التنفيذ عليها بالتسليم، بحري، شرقي، غربي، إبلي، في القطعة رقم كاز. يقدر الخبير المختص بالمجوهرات يقيم المصوغات المحجوزة عليها. خبير زراعي يبين حدود الأرض، يعني كده.
والبيانات اللي احنا قلناها دي على فكرة ليست على سبيل الحصر، ولكنها على سبيل المثال، فأي عقبة من عقبات التنفيذ تطرأ أو تنشأ أو تظهر على السطح، المختص بإزالة أو بإصدار الأمر فيها هو قاضي التنفيذ، وده كله من الاختصاص الولائي لقاضي التنفيذ. هيبقى باقي لنا الاختصاص المحلي لقاضي التنفيذ. الأصل في الاختصاص المحلي أنه لا يتعلق بالنظام العام، ومن ثم يجوز الاتفاق بين الطرفين على اختصاص محكمة معينة بالذات تختص محليا بنظر أي نزاع ينشأ على العلاقة التعاقدية اللي تمت بينه. وإذا كان الأمر كذلك فإنه يجب التمسك بعدم الاختصاص المحلي قبل تناول الموضوع. يعني لو أنت ما اتفقتش على الاختصاص المحلي، هيكون الاختصاص المحلي طبقا للقاعدة العامة لموطن المدعى عليه. يعني زيد من الناس أقام دعوى قضائية أمام محكمة أسيوط يطالب فيها واحد من اسكندرية بإلزامه بتسليم الأرض اللي موجودة في الإسكندرية. فورا قبل ما يتكلم في الموضوع، المدعى عليه له الحق أن يتمسك بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوة، ويقدم الدليل على أن المدعى عليه محل إقامته في الإسكندرية. تقضي المحكمة فورا وقبل الفصل في الموضوع بعدم اختصاصها محليا وإحالتها إلى محكمة الإسكندرية طبقا للقسم التابع له العنوان. لأنه لو لم يتمسك المدعى عليه بالدفع بعدم الاختصاص المحلي قبل ما يتكلم في الموضوع، المحكمة بتعتبره تنازل ضمني عن التمسك بهذا الحق. يعني إذا اتكلم في الموضوع خلاص ما عادش يعرف يدفعه تاني، يبقى أصبحت المحكمة مختصة بقوة القانون، لأنه اعتبرته المحكمة تنازل ضمني عن التمسك بهذا الدفع بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوة. المادة 62 مرافعات قالت إنه إذا اتفق الطرفان على اختصاص محكمة معينة يكون الاختصاص لهذه المحكمة أو للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه، فاختصاص محكمة موطن المدعى عليه هي القاعدة العامة في الاختصاص المحلي، عملا بنص الفقرة الأولى من المادة 49 فقرة أولى مرافعات، التي تقضي بأن يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. طيب دي القاعدة العامة في الاختصاص المحلي. طب الاختصاص المحلي بقى لقاضي التنفيذ، المسألة فيها شوية تفصيل يجب على الناس انها تعرفها. الاختصاص المحلي لقاضي التنفيذ هو امر متعلق بالنظام العام، وإن كان بعض الشراح أو الفقهاء ذهبوا إلى أنه ليس من النظام العام أسوى بالقاعدة العامة الخاصة بالاختصاص العام لجميع المحاكم، يبقى يجوز للخصوم أنهم يتفقوا على اللجوء إلى قاضي التنفيذ مغاير. لكن الرأي الصحيح الذي اعتقده جمهور الفقهاء أن الاختصاص المحلي لقاضي التنفيذ من النظام العام، مرد ذلك إلى أن اختصاصات قاضي التنفيذ تقتضيها اعتبارات حسن سير العدالة والمهيمنة على إجراءات التنفيذ التي هي الهدف الأساسي من رفع الدعوى ويكسبها. حسن سير العدالة هنا يقتضي أن قاضي التنفيذ أمر يتعلق بالنظام العام، هتبقى إجراءات التنفيذ
لو انها بين اكثر من قاضي تنفيذ هتتقطع اوصال الخصومه للتنفيذ الامر الذي يؤثر على حسن سير العداله. يبقى هنقول يختص قاضي التنفيذ بالمحكمة التي يقع في دائرتها محل التنفيذ. يعني قاضي التنفيذ الخاص بتسليم الشقة يبقى هو موطن الشقة. حجز مال المدين لدى الغير، الفلوس في بنك القاهرة فرع أسيوط، يبقى منزعة التنفيذ هتبقى قدام قاضي التنفيذ بتاع محكمة أسيوط. هيبقى الاختصاص المحكمة التي يجري التنفيذ في دائرتها أمر متعلق بالنظام العام، وذلك عملا بحسن سر العدالة زي ما سبق وأن قلنا. طيب التنفيذ بقى عندنا تنفيذ على المنقول لدى المدين، وعندنا تنفيذ على حجز مال المدين لدى الغير، وعندنا تنفيذ على العقار. التنفيذ على المدين بتحكمه المادة 276 من قانون المرافعات، الاختصاص عند التنفيذ على المنقول لدى المدين لمحكمة التنفيذ التي يقع المنقول في دائرتها. زي ما قلت من شوية، الفلوس في بنك أسيوط يبقى محكمة قاضي التنفيذ محكمة أسيوط هو المختص بالفصل في النزاع في إشكالات التنفيذ ومنازعات التنفيذ الخاصة بالتنفيذ على المنقول الموجود في البنك فرع أسيوط. طيب إذا تعددت محاكم التنفيذ بتعدد أماكن المنقولات، واحد مثلا حكم تسليم شقة في القاهرة وشقة في المنصورة وشقة في اسكندرية، يبقى هنروح في أنهي قاضي فيهم؟ لو الحجوزات تعددت ما أماكن المنقولات، في رأي بيقول إن أي محكمة منهم تبقى هي المختصة قياسا على القاعدة العامة في الاقتصاد المحلي. وده كانت حكمها الفقرة الثانية من المادة 276 من قانون المرافعات الخاصة بمسألة تعدد العقارات. وهذا الرأي يعني هو الأرجح باعتبار أن تعدد محاكم التنفيذ قسائم متساوية يكفي اللجوء إلى إحداها، خاصة إذا كان أغلب المنقولات في دائرة محكمة معينة. يعني هيبقى الأكثر العقارات الأكثر التنفيذ، هيبقى الفايدة الكتيرة لطالب التنفيذ هيبقى يختص بها محكمة قاضي التنفيذ الخاص في موطن إحدى المنقولات أو الأكثرها. طيب بالنسبة للتنفيذ على حجز مال المدين لدى الغير، احنا قلنا ده حجز اللي عند المدين نفسه، العلاقة مباشرة. طيب التنفيذ على حجز مال المدين لدى الغير، انا ليه حجز على احمد عند عباس، هيبقى عندي هنا الغير هو عباس، هو بس حائز للمنقول اللي يملكه احمد اللي انا هنفذ عليه. ده ايه نظامه؟ الفقرة الاولى من المادة 276 اشارت إلى اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المحجوز لديه، يعني الطرف الثالث. يبقى لا طالب التنفيذ ولا اللي صادر ضده الحكم، هتبقى محكمة التنفيذ اللي الفلوس عنده أو اللي الأرض عنده أو اللي الموقع عنده أو اللي الحاجة عنده، هيبقى قاضي التنفيذ المختص محليا بالمحجوز لديه. ده في حجز مال المدين لدى الغير اذا كان شخص اخر. هنقول اذا تعددت الحجوزات فان الامر يعني تعدد محاكم التنفيذ، وعندئذ يكون الاختصاص للمحكمة باصدار الاذن بتوقيع الحجز. يعني المحكمة اللي اصدرت الاذن هي تبقى قاضي التنفيذ المختص.
هيتبقى لنا عندنا هنا التنفيذ على العقار. فنصت الفقرة الثانية من المادة 276 على أن يكون الاختصاص عند التنفيذ على العقار. العقار يعني شقة، أرض، أطيان زراعية، أي شيء ثابت ملتصق بالأرض اسمه عقار. أرض فضاء، عمارة، شقة، فيلا، أي حاجة خاصة، هيبقى المحكمة التي يقع في دائرتها العقار. فإذا تناول التنفيذ عقارات تقع في دائرة محاكم متعددة كان الاختصاص لإحداهما. طيب لو هنقول بقى العقار الأغلى زي ما قلنا الفلوس الأكثر بالنسبة للمنقول الأكثر كان يبقى المختص، هنا هنقول أي إحداهم. ليه؟ لأن احنا هنقوم داخلين في منازعات في تقدير قيمة العقارات، إنما نقول يختص بإحداه وخلاص، إلي الكتير، غالية رخيصة، هي أي واحدة منهم هيبقى مختص بيها قاضي التنفيذ. في بيجي بقى اختصاصات قاضي التنفيذ، هنقول بسرعة بقى علشان أشار إلينا الإخوة باقتراب انتهاء الوقت. هنقول إشكالات التنفيذ، وأنا بشير إن أنا كنت عملت حلقة خاصة بإشكالات التنفيذ الخاصة بالإجراءات بتاعتها، في ممكن الرجوع إليها على اليوتيوب أو على الخاص بقناة الرحمة. ويختص تاني بتفسير الأحكام والمستندات، ويختص ثالثا وأخيرا بالفصل في كافة المنازعات التي تعترض التنفيذ من معاوني التنفيذ. بكده النهاردة أكون اتكلمت على عنوان رئيسي كبير اسمه دعاوى التنفيذ، منازعات التنفيذ، واختصاصات قاضي التنفيذ النوعية والولائية والمحلية، ووظائفه الإدارية والقضائية. وابقى بينت كده النهاردة في الحلقة دي مين هو قاضي التنفيذ وبيشتغل ايه ويبقى مختص امتى وفين. وبكده تكون حلقتنا انتهت النهاردة. نلقاكم على خير في الأسبوع القادم بإذن الله قبل هذا الوقت ب45 دقيقة. إلى اللقاء، نلتقي بكم، بارك الله فيكم وحفظكم الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.